ماؤه الذهب وأرضه تحصد الألقاب وأمواجه العالية لا تهدأ. هو أزرق العاصمة السعودية وزعيم قارته وأعلى رتبة من بين الأندية على مستوى عدد المنجزات. وكما ردد أنصاره يبقى المجد ما بقي الهلال. أندية تعرفها المملكة وإحداثيات خارجها. الهلال صاحب الرقم 15 على مستوى ألقاب الدوري. الهلال ذو الكؤوس الثمانية من النوع الأغلى بمسمى خادم الحرمين الشريفين. الهلال من رفع 13 كأسا باسم ولي العهد. الهلال الحاصد الأكبر للبطولات الآسيوية بستة ألقاب، فنال رتبة الزعامة للقارة. الهلال من حصد اللقب الذي لن يتكرر إلا بمرور 100 عام، كأس المؤسس. وغيرها من ألقاب وكؤوس وإنجازات لا تدع فرصة الاستمرار للرقم. الهلال الأكثر تحقيقا للألقاب داخليا وخارجيا.